بسم الله الرحمن الرحيم. خير ما نبدأ به كالعادة إن شاء الله بالقرآن الكريم وحديث سيد الخلق الذي هو بيننا يوميا تقريبا. إذا بسم الله الرحمن الرحيم، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. صدق الله مولانا العظيم وسيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم بيننا كل يوم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان 64 شعبة والحياء شعبة من الإيمان. صدق رسول الله، وبالعلم والأخلاق ترتقي الأمم. إذا معنا اليوم الدكتورة أميرة عبد العظيم عبد الفتاح، إذا بكالوريوس خدمة اجتماعية، دبلومة الإعلام، دبلومة مجال الاتصال والإعلام، دبلومة تربوي من جامعة القاهرة، ماجستير من قسم تنظيم المجتمع، كلية الخدمة الاجتماعية جامعة حلوان، دكتوراه من قسم تنظيم المجتمع، كلية الخدمة الاجتماعية جامعة حلوان أيضا. إذا نرحبوا بالدكتوراه، وهي أيضا متحصلة على دبلوم في مجال الإعلام من كلية الخدمة الاجتماعية، دبلوم تربوي من معهد الدراسات التربوية بجامعة القاهرة، دبلوم في إدارة الأزمات والضغوط من أكاديمية إنسان للاستشارات والتدريب، دبلومة في التنمية الشخصية بالمعهد الإيطالي بالقاهرة، دبلوم إدارة الضغوط والأزمات من أكاديمية إنسان كما قلنا، أيضا مهارات شخصية حل المشكلات الإبداعية، العمل تحت الضغط والقائد الجيد، إدارة الوقت والتحدث بشكل فعال، دور التنمية الشخصية، تسهيل المناقشة الاجتماعية، مهارات التفكير الإيجابي، وبرنامج لفهم الشخصيات. تفضلي. نعم، إذا المهارات نواصل معها، إدارة المشاريع، مهارات الأمن الرقمي، مهارات التعامل مع الآخرين والبحث عن عمل، لغة الإشارة للمعاقين، عضو في مؤسسة رسالة الأعمال الخيرية بحلوان، وعضو في شركة طريقي. طبعا شهادات كما قلنا متحصلة على عديد الشهادات، على دورة TOT في تدريب مدربين 2022، دورة التعلم المدمج في 22، دورة التغيرات المناخية 2022، دورة في سفراء الوعي بالجيزة 2021، شهادات في التحول الرقمي سنة 2021، دورة في المعلم الرائد 2021، شهادة التويفل، وشهادة تدريب الأكاديمية المهنية المعلمين في الخدمة الفردية. إذن تبارك الرحمن، أهلا وسهلا دكتورة. وباختصار طبعا كالعادة أمير لربح الوقت، معكم ثنائي أمير وهادية، كلانا أستاذ لغات أجنبية، كلانا مدرب عربي وعالمي، كلانا يحاول التقدم من خلال أمير للتدريب ومهارات القرن 21، نعتمد العربية والفرنسية والإنجليزية للتواصل لنشر ما تعلمناه للحصول على شارات جديدة في مختلف التطبيقات العالمية. وبنقول للدكتورة أميرة مرحب بيكي، ونبدأ المحاضرة والمايك مع حضرتك، وتفضلي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. إن شاء الله النهاردة هناخد إدارة الأولويات، وشكراً للتقديم أستاذة هادية وأستاذ أمير أستاذ عبد الرحيم كنان، وشكراً للمنصة نفسها، وشكراً للسادة الحضور. الله يعني. زي ما أستاذ أمير طرح سؤال كده، إيه هي إدارة الأولويات؟ لو ملاحظين إن إحنا بناخد كل مرة كلمة إدارة دي في الأول، خدنا إدارة التغيير في الأول أول مرة، بعد كده إدارة الوقت، بعد كده إدارة الأولويات. فإدارة الأولويات إزاي إن أنا أدير المهام اللي أنا بعملها مثلا يوميا أو شهريا أو سنويا، من الأهم ثم المهم. إزاي إن أنا أحدد أولوياتي، وإيه الأهم اللي أنا ممكن أعمله، وإيه اللي هأجله، وإيه اللي هعمله بكرة،
فهتكلم على المفهوم العملي لإدارة الأولويات، إيه حاجتنا لإدارة الأولويات، فكرة الساعة والبوصلة، مصفوفة مربع الحياة، وضع الخطة. هل نحن في حاجة إلى تحديد أولوياتنا؟ ابدأ وعلق على النهاية. يعني عشان أنا أحدد أولوياتي لازم زي ما بنقول نبقى محددينها من الألف إلى الياء، يعني زد، يعني فلازم أبقى عارف إن أنا همشي طريق معين هحقق هدفي ولا مش هحقق الأهداف اللي أنا بعملها دي، وممكن أعيد ترتيب أولوياتي لو هي مش مناسبة في تحقيق أهدافي. المحطة الأولى قصة الأمريكية العاملة، إزاي تبحث عن الاتجاه الأهم، هتتحرك منين، هتوصل إيه، وإيه اللي أنت شايفه في تحقيق أهدافك وأولوياتك. المحطة الثانية، عندي في حاجة في إدارة الأولويات، في أولوية بتكون مهمة وطارئة يعني لازم إن أنا أعملها وبكون في موقف طارئ، وفي أولوية بتكون مهمة بس غير طارئة ممكن أجلها، يعني هي مهمة بس ممكن أعملها في وقت تاني، في أولوية بتكون غير مهمة وطارئة يعني ممكن إيه برضو تتأجل أو إن هي تتعمل في نفس التوقيت، وفي أولوية غير مهمة وغير طارئة، فأنا برتب أولوياتي بناء على الجدول ده. لحد كده فاهمين؟ تمام مع حضرتك. أيوة متابعين. نعم تمام. في مربع الحياة، في عاجل وفي غير عاجل، تمام؟ أول حاجة مهم وعاجل زي الطوارئ اللي بتحصل والمفاجآت، ده بيبقى مهم وعاجل. مهم وغير عاجل بيبقى تخطيط وإبداع مثلا للمستقبل في الأهداف، يعني هحققها إزاي، حاطط خطة مستقبلية ولا لأ، محدد أهداف قريبة المدى وبعيدة المدى ولا لأ. غير مهم وعاجل زي الاستجابة للضغوط، الضغط اللي أنا فيه، الاسترس، سواء من الشغل، من البيت، من أي مكان، ده غير مهم وعاجل. غير مهم وغير عاجل زي ضياع الوقت والجهد، بضيع وقتي مثلا ان انا مثلا قاعده على الفيس، قاعده قدام التلفزيون بتكلم مثلا في موضوع مش هيفيدني بحاجه، كل ده تضييع للوقت والجهد بتاعي. المفروض ان انا بستثمر الوقت والجهد بتاعي اقصى استغلال، بستثمره، بشوف انا عايز اعمل ايه بكره، حققت اهدافي الاسبوع ده، اليوم ده، الشهر ده، السنه دي ولا لا، ولا أعيد ترتيب أولوياتي. المحطة الثالثة بقى وضع خطة، ازاي أحط خطة؟ أول حاجة الخطة الأسبوعية أفضل من اليومية، يعني أنا بحدد السبع أيام اللي هما بتوع الأسبوع أنا عايز أعمل فيهم إيه. أول حاجة وضع الرسالة، بحط أو بضع تحديد أدوار بس المسؤوليات اللي انا عايزها اللي انا هعملها، وعلاقاتي بالناس اللي حواليا ايه، مثلا في مجال شغلي، في مجال، في محيط المنزل مثلا، في محيط العائله، مجالات العطاء اللي عندك اللي انت هتديها للناس. يبقى انا بحدد دوري وادوار الناس الثانيه ومسؤولياتي ومسؤوليات الناس الثانيه، هيعملوا ايه تجاهي، برضو علاقتي بالناس عامله ايه، مجالات اللي انا هقدر ادي فيها، كنت هقدر ادي مثلا محاضره، دوره، هساعد حد فقير مثلا. الاحتياجات بتكون يا إما روحية يا إما اجتماعية يا إما عائلية يا إما مادية. روحية طبعا إحنا متعلقة إيه بالدين، اجتماعية اللي هي العلاقات في المحيط بتاعك سواء الشغل أو البيت أو الأصدقاء، عائلية اللي هو البيت، مادية اللي هو الماديات اللي أنت بتحتاجها. فلازم أوازن بين دوري هنا، يعني أنا مثلا في البيت دور مثلا بنت ودور أخت مثلا دور زوجة، في الشغل مثلا دور دكتورة، فليك كذا دور، فممكن يحصل صراع في الأدوار ده، هل الأدوار دي بتمارس بشكل فعلي بشكل جيد ولا لا. لحد كده مفهوم يا جماعة؟ نعم نعم. خطوات رسم الخطة الشخصية، ازاي ارسم لنفسي خطة، ازاي اشوف نفسي انا حققت اهدافي ولا ما حققتهاش. اول خطوة تحدد ادوارك في الحياة، دوري ايه، زي ما احنا قلنا دور أم ولا زوجة ولا أخت ولا بنت، ما أنا ممكن كل الأدوار دي بمارسها، دور عامة، ممكن أبقى دور جدة، تمام؟ ممكن أبقى دور دكتورة،
الخطوة الثانية بحدد أهدافي في كل دور. هدفي في دور الأخت، يعني كأخت مثلا لأخ أو كأخت الأخت، دوري إيه؟ دوري إيه لو أنا أم؟ دوري إيه لو أنا زوجة؟ دوري إيه لو أنا دكتورة؟ دوري إيه لو أنا متدربة أو مدربة؟ دوري إيه في كل الحاجات دي؟ هل أنا بقوم بالأدوار دي ولا في صراع في الأدوار؟ وأعتقد إن هم أكيد سمعوا عن نظرية الدور يعني. نعم. الخطوة الثالثة بحدد البرامج المناسبة. إيه هي البرامج المناسبة اللي أنا ممكن أشتغل على نفسي بيها؟ هل أنا بحب الـ HR، التنمية البشرية أو التنمية الذاتية؟ ولا أنا عايز أشتغل مثلا مدرب في إيه بالظبط يعني؟ حاجات هندسية ولا حاجات أدبية ولا حاجات نفسية ولا إرشاد أسري؟ التحقق من كل هدف. مارس التفكير المتكامل أثناء عملية الاختيار. أي حاجة في الدنيا هاجي أختارها لازم أفكر فيها قبل ما أعملها عشان ما أعملش أخطاء تفكير. والتنفيذ اليومي، أسأل نفسي أنا نفذت فعلا الاختيار اللي أنا عايزه؟ حققت حاجة ولا ما حققتش؟ المحطة الرابعة، دائما لازم يبقى عندي في تغيير، ليس بضغط زرار ولكن باتخاذ قرار، بس اتخاذ قرار في الوقت المناسب وبشكل صح، لأن الإنسان كان متغير وكان اجتماعي في نفس الوقت وبيحب يعيش في جماعة. الفرق بين الإنسان الناجح وغيره هو اتخاذ القرار. في ناس بتاخد القرار بعقلانية وفي ناس بتاخد القرار بتسرع فبيحصل أخطاء التفكير. المحطة الخامسة، لازم أكون حريص وأسأل نفسي الأهداف اللي أنا عايزة حققتها، التحديات اللي أنا مريت بها والصعوبات تغلبت عليها، القرارات اللي أنا عايزة أتخذها اتخذتها ولا لأ. فكل ده هيبان على أساس إن أنت نجحت بتحقيق أهدافك ولا لأ. إدارة الأولويات، حدد بوصلتك، يعني حدد هدفك أول حاجة، زائد تخطيط سليم، زائد اتخاذ قرار، يعني كل حاجة لازم أمشي بخطة في التفكير. تمام؟ يبقى كده إيه نموذج حل المشكلة؟ أعرف إيه خطوات حل المشكلة لو أنا وقعت فيها أو أتلاشاها إزاي قبل ما أقع فيها، زائد تنفيذ بوسائل مناسبة. يبقى أنا كده حددت هدفي، عملت تخطيط سليم، اتخذت القرار، ابتديت أنفذ بوسائل مناسبة، بعمل عملية تقويم ومراجعة اللي هي متابعة بتساوي تحقيق النتائج بإذن الله. طبعا إحنا ملناش دعوة بقى النتائج ودتك لطريق أنت نجحت فيه أو فشلت فيه، لأن النجاح ده بيبقى بإيد ربنا والتوفيق بإيد ربنا. تمام؟ بس أهم حاجة إن الواحد ياخد بالأسباب ويعرف إن هو ياخد بالأسباب ويحقق إيه أهدافه. لابد أن يتفهم كل منا النية الإيجابية التي تحرك سلوك الآخر. يعني دايما أنا بيبقى عندي حسن ظن باللي قدامي مش سوء ظن. يعني مثلا واحد بتأخر مثلا عن شغله، ما قلت مثلا الشخص ده مثلا تأخر عن شغله لأنه بيتكاسل عن العمل، طب ما يمكن مريض، يمكن عنده سبب تاني، ربما لا نحصل على ما نريد. يعني أنا ممكن ما كنتش أنا عايزه، لكن حتماً تحصل على ما تستحق، لأن ربنا اسمه العدل، فربنا بيدي كل واحد الـ 24 إرادة بتوعه بالتساوي. في صفتين لا يتصف بهم الأقوياء، العفو والاعتذار. سأظل دائماً أتقبل رأي الناقد والحاقد، فالأول يشخص مصاري ده اللي هو الناقد، والثاني يزيد من إصراري إن أنا أنجح. اللي بيحد علي ده بيزود إصراري إن أنا عايز أنجح. تمام؟ إذا أردت أنت بعد وفاتك عليك إما كتابة أشياء تستحق القراءة أو القيام بأعمال تستحق الكتابة. يعني إذا الإنسان ربنا توفاه عليه إن هو يعمل أشياء الناس تقراها وتفتكر وتدعي له، يعمل أشياء تستحق الكتابة فعلا، يعني عمل له صف في التاريخ مثلا. تمام؟ يعني اسمه زي خطر بميه الذهب، يعني هو عمل حاجه تستحق ان الناس تذكره. النجاح لا يكون متعه او يوصل الى السعاده اذا كان مصدره القيم. فكل اللي احنا نقصده ان احنا لازم نبقى محققين اهدافنا او محددين اهدافنا
عشان نحققها، وحتى لو ما حققتهاش احاول اعمل خطه بديله اغيرها، اشوف ايه الاولويات الاهم اللي انا اعملها، ثم الاهم ثم المهم ثم المهم، لغايه ما اوصل كل سنه ان انا فعلا من السنه دي انا طلعت مثلا الفت كتاب، انا اشتغلت في شغله جديده، انا فتحت مثلا معرض، انا سافرت. المهم ان انا حققت هدف كل سنه انا عايز اعمل ايه. بشوف ان انا ايه اضع خطه مستقبليه، بس زي ما احنا قلنا الخطه دي تبقى اسبوعيه مش شرط يوميه. وهل انا حققت خلال الاسبوع ده اللي انا عايزه ولا لا؟ اقيم نفسي زي ما احنا بنقول اعتمد على نفسكم قبل ان تتحسب، يعني كل يوم اشوف فعلا انا عملت الاهداف اللي انا عايزه اعملها في يوم حققتها ولا لا. مش معنى ان انا افشل او اقع مره يبقى انا انسان تاني. الانسان زي ما احنا بنقول ايه بيقف على رجليه وبيقع، يعني احنا المفروض ان احنا الفشل ما ياخدناش لتحت، لا ده بالعكس يبقى دافع لقدام، ان احنا دايما ان شاء الله يبقى عندي هدف كده ان ربنا ان شاء الله هيقف جنبي وان انا هحقق اهدافي، مش ان انا هقف ايه عند ليميت معين. تمام حضراتكم سامعيني؟ اه مع حضرتك. ايوه تمام. طيب في حد عاوز يسأل؟ طيب نفتح باب النقاش. طيب انا موقف الشريحه على المفاهيم الاولانيه عشان هما بيقولوا لي الشرايح واقفه يعني، فانا ليه انا واقف؟ لان هي بتشرح كل عنصر لوحده. تمام لو حد عايز سؤال. ايوه طيب الاستاذ تركي ارفع ايد حضرتك، ولو عايز حاجه قول لنا. تمام ممكن حضراتكم تتدخلوا وتدوا ارائكم في اداره الاولويات. يلا اتفضلوا عشان يبقى كله موجود معنا يعني في اللقاء. الحقيقه الدكتوره اتكلمت عن 5 اشياء وبدات فيهم، واحنا برضو كتبنا كتير في اللقاء. بقول كم مده الدوره؟ 2 ساعة باذن الله تعالى، يعني مكتوب في الاعلان. الله اتفضلوا الدكتور امير. في حد عايز يسال؟ طيب ده ما فيش حد رفع ايده وكاتبين لسه كله على الرابط. الدورة كم مدتها؟ في الآخر حضرتك هم قالوا بقولوا ممتاز، يعني هم فاهمين الكلام يعني واضح يعني. تمام طب أنا كده خلصت. طيب في حد عايز يسأل عن حاجة؟ هم عايزين الباوربوينت والتسجيل هيكون معنا إن شاء الله. قلت تبعتوا. طيب أصل أنا وقفت الشرايح ليه؟ لأن فيه لسه تجربة الجردل والصخور، وعند حضراتكم الحاجات اللي هي ترتيب الأولويات والحاجات اللي هي تحت في الباوربوينت يعني. عشان هما مش مباشر قدامي، إزاي إدارة التغيير كده؟ نعم. لان انا واخد وقفت على الشريحه الاولى اتفضل حضرتك، اما الباقي كان لسه بقى ما نعم. وبقول ان الفشل هو المتحرك او المحرك الاساسي للنجاح. نعم تمام. طيب حضرتك الشريحه الثانيه موجود فيها تجربه الجردل والصخور، ان هتقولي لهم فيها حاجه؟ وفي التالتة اللي هي احنا في حاجة الى تحديد اولوياتنا. لا مش هقول لهم فيها حاجة، المفروض تتنفذ. لا ما هو انا ما كنت مثبت على الاولى عشان فيها فعلا الافكار كلها اللي حضرتك بتقوليها، وقصة النجاح اللي هي العاملة الامريكية، بعد كده المحطة الثانية مهم وطارق وغير طارق مهم. اوكي صح؟ انا ركزت على الحاجات المهمة اللي هي تقدر تفيدهم في الاولويات. صحيح مربع الحياة بقى مهم وعاجل والطوارئ وكده، بعد كده وضع الخطة، وعندنا بيكون خطوات الأولى كم أهدافها ونحددها وكده، والمحطة 5. تمام بعد كده إدارة الأولويات. صح تمام آخر حاجة بقى اللي هي خذوا الحكمة بقى. يلا تمام الله يبارك فيك.
يعني هي ما استهلكتش كتير، احنا قالت على اساس يكون المحاضرة خفيفة وبسيطة ليكم كلكم يعني. فاللي عنده بقى افكار او اراء ممكن يرفع ايده ونتداخل ونتناقش مع بعض يعني. بقول لحضرتك كيف اعيد ترتيب اولوياتي؟ انا كنت احفظ القرآن، هذا كان هدفي امامي، ولكن والان تكاسلت ولم استطع العودة. الأستاذة حسناء بتقول لحضرتك إزاي إن هي تمام. تقدر ترتب الأولويات. لا هي مش هترتب الاولويات، هي في حاجه هنا اسمها ايه، قانون الجذب، الطاقه اللي انت بينا في الكون. لو انا مثلا بقوم كل يوم مثلا الساعه 8، تمام، وتعودت ان انا اقوم الساعه 8 في كل يوم، فانا لو فضلت كده هفضل كل يوم اقوم الساعه 8. طب انا لو شغلي مثلا 6 7 مش قادر الا اقوم الساعه 8، في حاجه ان انا اضغط على نفسي ان انا اقوم مثلا الساعه 6، اقوم اصلي الفجر عشان احقق اهدافي، تمام، فهعكس الطاقه بتاع الكون اللي حواليا، هخلي الطاقه هجبرها ان هي هتخليني يبقى عندي حافز او طاقه اكتر ان انا احقق الهدف اللي انا عايزاه ده، تمام. لكن لو فضلت مستسلمه قانون الجذب هينزلني لتحت مش هطلع لفوق، فبالتالي هتقدري تحددي اولوياتك وتقدري تحفظي القران. جميل. والرسول عليه الصلاة والسلام قال لنا الدعاء: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل وغلبة الدين وقهر الرجال. الأستاذة شمس بتقول إن تحديد الأولويات يجب أن تكون واقعية وأيضا ومرنة وللأهم، الحاجة المهمة أوي يعني. تمام. طيب في حد تاني عنده شيء يقدر يتدخل بيه؟ يعني إحنا يعني هي جابت حاجات بسيطة وجميلة جدا على أساس إن هي ما تكونش طويلة، لأن الحاجات النظري إن إحنا عارفين يعني. شفنا إدارة الأولويات. نعم تفضل. في حد رافع ايده؟ لحظة واحدة شو. دكتور محمد اهلا وسهلا بيك، المايك مع حضرتك، ممكن تفتح من عندك جنتلمان. دكتور المايك مع حضرتك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك؟ عاملين ايه؟ مرحب بيك، الله يسلمك. عاوز أسأل في إدارة الأولويات بعد الشكر العميق للدكتورة وليك كمحاور أو كمقدم أو كميسر للجلسة. حضرتك بدي أسأل إنه الأولويات أو تنظيم الأولويات أو تخطيط الأولويات بيحتاج إدارة أزمات أعتقد، لأنه الأولويات ما بتترتب إلا أنه أنا أدير الأزمة حتى أنا أولوياتي تترتب بشكل صحيح. هذا هو سؤال يعني. شكرا جزيلا. الله يبارك فيك، تفضل. طيب دكتور جاي دي أولوياته صح، تمام كده. مش قلنا حضرتك احنا بنجيب ورقه كل يوم مثلا بحدد فيها اهدافي اليوميه او اهدافي الاسبوعيه زي ما انت عايز يعني، بس هو الافضل ان انت تحدد اهداف مثلا 7 ايام في الاسبوع. مثلا النهارده هكتب بحث، بكره مثلا هعمل محاضره، بعده مثلا هخرج مثلا مع اصحابي شويه في اليوم مثلا، يعني احدد كذا هدف، هقرا قران، هساعد يتيم، كذا حاجة بقى، يعني الأهداف اللي أنا عايز أحققها خلال الأسبوع وهل أنا حققتها ولا لأ. يعني أنا جربتها، جبت ورقة كده وعلقتها على الحيط وكنت كاتبة فيها الأهداف بتاعتي اللي أنا عايزة أعملها خلال الأسبوع ده، تمام، وكتبتها كل يوم. الأهداف اللي أنا عملتها بعلم عليها علامة صح، الأهداف اللي أنا ما عملتهاش بعلم عليها علامة غلط. جميل. طب في آخر الأسبوع هل أنا حققت الأهداف او الاولويات اللي انا درتها دي او لا؟ لو لقيت نفسي حققت منها حتى نسبه 80% او 70% ده كويس جدا. كل يوم ان انا احفز نفسي اكتر ان انا احقق اهدافي، لان الانسان بدون امل وبدون تحقيق اهداف ممكن يموت. يعني الانسان اذا عايش في الدنيا بدون هدف ممكن يموت. مع حضرتك يا أستاذ أمير، لو في حد عايز سؤال تاني.
تمام، شكرا ليك. يعني شوف برضو قول كيف يتعامل الزوجين مع اختلاف أولوياتهم اللي بيؤدي لاختلاف في النهاية. يعني تمام، متفاهمين من الأول ولا هم واخدين بعض سواق صالونات ولا إيه؟ يعني مش اللي عارف. سأل السؤال فهمني. طيب يا ريت الأستاذة حسناء بتقول، بس مش عارف بقى ترفع إيدها وتتكلم معانا ولا إيه. يعني هنقول مثلا لو الزوجين واخدين بعض على تفاهم هيبقى سهل قوي ان هم يحددوا اولوياتهم، سهل ان هم يتفاهموا، صح. تمام. لكن هم مش واخدين بعض على تفاهم او جواز تقليدي، هيحاولوا يتفاهموا. يعني هم هيحاولوا يعني ايه يمشوا الدنيا، يبقى في تقارب في الاراء في الافكار، ان احنا نرتب اولوياتنا، احنا الاثنين شغالين مثلا هنعمل ايه كل يوم، مين اللي هيرعى الاولاد، مين اللي هيرعى البيت، مين اللي هيعمل شغل البيت، يساعدوا بعض، مش حد مثلا يرمي المسؤولية على التاني، لأن الزواج مشاركة. نعم. هو ده تحديد الأولويات، تحديد الأولويات كل واحد هدفه يحققه، مش واحد يبقى أناني بالنسبة للتاني. يعني الراجل مثلا يحب إن زوجته مثلا تقعد بس في البيت وتاخد بالها من الأولاد، لكن الشغل مثلا هيخليها أكتر في البيت، فلا تقعد مثلا أو ما تكمليش دراستك لو أنت بتكملي دراسات عليا، فده بيبقى انسان نرجسي. تمام، المفروض زي ما احنا والرسول قال عليه الصلاه والسلام، انا بحب نفسي احبه للناس، عشان كل ما الانسان في قلبه خير ونيته خير ربنا بيديله خير. جو حب وتعاون ومشاركه، سواء زوجين سواء أبوين، سواء اختين سواء صديقين او صديقتين، يعني المفروض ان احنا موجودين في الدنيا عشان نكمل بعض، نساعد بعض، نحب بعض، نتعاون مع بعض، نشتغل مع بعض نعم. فريق تيم وورك. الرؤية جميل. الشغل نعم جميل. حابب بتقول لك مفهومة. تمام. طيب في حد كتب، هما كلهم يعني بعلقوا كلام جميل، يعني يجب التركيز على هدف واحد من خلال تكريس الوقت على الحاجات المهمة. أستاذة شمسة حمود أيضا حد كاتب، يجب كيف يتم تحديد أي الأهداف هي الأكثر أهمية وملائمة أكثر من غيرها. يعني إزاي يعني تمام، نعم. تحديد الأهداف أكتر أهمية إزاي؟ ده بالنسبة لك أنت، فكل واحد ليه أهدافه الخاصة بيه، يعني مش أنا اللي هقدر أحددها، حضرتك اللي هتقدر تحددها. يعني أنا مثلا كان هدفي إن أنا أحضر ماجستير ودكتوراه، إن أنا مثلا أتعين وأشتغل في مكان معين، أو إن أنا إيه أحقق كارير معين، فحققته الحمد لله. حضرتك هتشوف برضو أنت هدفك إيه، هدفك تطلع إيه، دكتور، مهندس، عايز تسافر، أهداف كتير للواحد، عايز أحقق ذاتي إزاي، أعمل شركة، أعمل مشروع، نعم. أعمل جمعية، أعمل دار أيتام، أهداف كتيرة جدا. يعني جميل. طيب وأشوف في حد كمان تاني عايز يتدخل يقول سؤال تمام كمان؟ اتفضل. مع حضرتك زميل. نعم مع حضرتك. في سؤال؟ بيقولوا لا شكرا ليكم جزاك الله كل خير. هي المحاضرة خفيفة جدا يعني حضراتكم، ما احنا قلنا ايه عشان في الأخوة فين اللي دايما بيقولوا طويلة طويلة، ادي النهاردة كسرنا وخلينا الموضوع كلها زي الفل. طيب في حد رفع ايده حضرتك لحظة واحدة كده. مرحب بيك أستاذ زايد، أول مرة معانا تفضل. وأيضا أستاذ أبا بكر مرحب بيك تفضل، ارفع افتح المايك من عند السلام حضرتك. عليكم. عليكم السلام السلام. عليكم. عليكم السلام. كيف حالك؟ نعم محمد. أنا زيد محمد عاش من الأردن. أهلا مرحب أنا بيك. مدير علاقات عامة في الإعلام. أهلا وسهلا. تشرفت إني أنا حضرت هاي المحاضرة، بس صراحة يعني عم بحاول إني أدخل على روابط ما عم تفتح معي. أي روابط حضرتك اللي فين في الدردشة؟ رابط الحضور ورابط الشات
حتى الرابط اللي كان في البداية عارف. موجود موجود، يفتح يمكن من عند حضرتك يعني، غير المتصفح هتلاقيه يفتح إن شاء الله. أه. تمام تمام تشرفنا سيدي، محاضرة قيمة، الله يعطيك العافية، إن الشرف إن دائما 50. الله يبارك فيك، احنا عندنا كل يوم محاضرة وتدريب إن شاء الله، تستمتعوا معنا بإذن الله. الله. طيب الأستاذ أبا بكر، هلو جنتلمان. طيب نشوف حد. هي ايوه فتح الحمد لله، اتفضل ابكر، اتفضل مرحبا بيك. حبيت بيكم وشكرني على المحاضرة القيمة دي. الله يكرمك. انا بكر، من بكر عمر من دولة تشاد. اهو تشرفنا، اهلا وسهلا. انا دائما اجد صعوبه في تحديد اولوياتي، طالب جامعي واضع اهداف وراسب معلش الصوت بيقطع استاذ بكر، ممكن تعيد السؤال تاني؟ الو بما يخص الاولويات، دائما انا اضع اهداف وتحقيق اولوياتي، لكن اجد صعوبه في تحقيق هذه الاهداف. بضع اولويات على ما كل نهايه اسبوع وكل نهايه شهر، لكن باتي عند نهايه الشهر اقرر يمكن نفس 25% 50% كذا هكذا يعني. اريد ان احدد اولوياتي واضع. نعم جميل. هو الدكتورة بيقول لك ان هو بيوضع الاهداف والاولويات بتاعته، بس عايز يعني ازاي يحققها كلها تقريبا، على قد ما استوعبت لان الصوت بيقطع يعني. تمام، احنا قلنا لحضرتك ان هو بيحدد الاهداف بتاعته الاكثر اهميه، كل ما بيحقق حاجه بيرجع للي بعديها. لو ليه الهدف اللي هو عايز يحققه ده صعب مثلا، بيشوف اللي بعديه مثلا الهدف الاسهل ان هو يحققه، أو الهدف الأقرب للتحقيق. فإذا حقق مثلا هدف أو اتنين يبتدي يشوف الأهداف التانية، أكيد مع الوقت إن شاء الله أكيد هيحقق أهدافه كلها يعني. نعم جميل. طيب نشوف حد على دردشة. الله كاتبين جزاك الله كل خير، شكرا لكم. حاضر تمام. طيب لو لو ما فيش أسئلة ممكن نكتب واحد على الدردشة عشان ننزل الرابط. أمين. نعم، احنا في كل بداية سنة دراسية نضع مجموعة أهداف، يعني نقول مثلا في المحور الأول سأقوم بهذه الدروس، سأقوم بهذه الإنتاجات، مثلا أنا لغات أجنبية سأقوم بهذا النادي مثلا، وفي النادي سأقوم بهذه التدريبات. ولكن مثلا بعد الأسبوع الأول أتفطن إلى أني ما قررت القيام به، والأهداف التي قررت القيام بها لا يمكن القيام بها لأسباب مثلا الوقت، مثلا القاعة، مثلا التلاميذ غير مستعدين، مثلا عدم وجود النت، وهكذا يعني. فأغير أجد حلول، يعني هي طريقة البرمجة أن تخطط. هناك أهداف مثلا سنوية بالنسبة لنا في التعليم، مثلا في هذه السنة محور مثلا في التاسعة أساسي أو في الأولى ثانوي سأدرس كذا 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 محور. ولكن هناك أيضا في كل محور في السنة الدراسية محاور، في كل محور هناك حصص، وفي كل حصة هناك أهداف والهدف الذي يمكن تطبيقه مع الفصل الأول. حين أغير القاعة أجد نوعية تلاميذ مختلفة، نوعية الذكاء مختلف، نوعية التقبل النفسي للتلميذ مختلف، فأغير نفس الدرس ولكن بشكل مختلف تماما. يعني هكذا نحن في اليوم مثلا نقرر، معي تدريب مع أمير، معي تدخل مع الأستاذة سحر، معي مثلا عمل على الكانفا، في آخر اليوم أقرر أن أخذ القلم وأرى. طيب مع أمير كالعادة والحمد لله وفقنا في الكامب، قمت بعمل، كان الحوار جيد مع الدكتورة سحر،
ولكن مثلا لم أعمل على بوكرياتور، لم أزر عائلتي، وهكذا. يعني كل تخطيط نرى ما هي الأهداف التي حققناها وماذا سقط من الأهداف يمكن أن نجعلها للغد أو بعد الغد أو بعد أسبوع، يعني حسب الظروف، حسب الإمكانيات وحسب قدراتنا أيضا. أحيانا لا نستطيع أن نفعل كل شيء بنفس القدرة. فالبرمجة والتخطيط يعني والتحكم في قدراتك هو شيء جميل، شيء ضروري، شيء حتمي فعلا. شكرا للدكتورة. يعني ولا بأس، لا بأس حين نتفطن إلى فشلنا أن نغير طريقة أهدافنا وأن نجد نقاط الضعف ونعمل على إيجاد نقاط قوة حتى ننجح. أظن هكذا نتحول، نتغير، ومن لا يخطئ لا يصيب. وأحيانا الأخطاء تنحت فينا الجانب التصحيحي فنتقدم. هل صوتي واضح أمير؟ نعم واضح جدا. إذن أظن أن يعني بالفعل أعجبني المحتوى، فكلنا مضطر للتخطيط، أن نبرمج، ألا يكون وقتنا هدر، يلا راح أروح على السوق بعدين راح لست أدري وراح أشوف إن كان هناك محاضرة أو لا. يجب كمان أن نغير، من أنفسنا، أن نكون أشخاص يقررون ماذا يفعلون، ينتقدون أنفسهم من أجل أن نتقدم. نحن قلنا المعلم المبدع والمطور، لا يمكن أن نتطور إن لم يكن لنا برنامج، إن لم يكن لنا تخطيط، إن لم يكن لنا أهداف، إن لم يكن لنا الرغبة في أن نواصل على نفس المنهج وأن نغير المنهج إن لم نصل به إلى أهدافنا المزمع تحقيقها. يجب أن تكون لنا هذه القدرات. ويجب أيضا كما قالت الدكتورة، لا يمكن أن أترك مثلا المجال لزوجي أنا كهادي رياحي عن نفسي أتحدث أن يقولوا لي لسنا بحاجة المحاضرات، المحاضرات في السنة الدراسية، الصيف للعائلة، الصيف للمنزل، ولكن هو له أصدقاء وله أصحاب وله شؤون خاصة. إذن لا يمكن أن أختفي وأقول ليس لي الحق. يجب أن نحدد أهدافنا، يجب أن نلتزم، والالتزام ضرورة. إذن حتى أولادي يقولون لا لماذا المحاضرات في الصيف، أقول لي أنها ضرورة حتمية وأصبحت لنا مبادرة وأصبحت لنا منصة كاملة ينتظرها مئات، والحمد لله معنا اليوم تقريبا 150-160 متدرب. لا يمكن أن أترك متدربية وأذهب هكذا يعني بدون برنامج معكم لأنكم أردتوا الخروج. هكذا يعني نسقل من أنفسنا، نلتزم ونحقق أهم الأهداف. وإن ضاعت البعض وتكون ثانوية، أنا أقول دوما إن ضاع الهدف الثانوي لا إشكال، ولكن الأهداف الرئيسية يجب أن نلتزم بها ونحاول تحقيقها. وشكرا جزيلا. شكرا لك، الله يبارك فيك، جزاك الله كل خير. في حضرتك بقول الخطة تشمل على الأهداف، يعني بيكون قصيرة المدى وطويلة المدى. النمو الشخصي الأساسي في تحقيق الأهداف. الأستاذة فاطمة بتقول الأولويات تتغير حسب الوقت والمستجدات. أستاذة منيرة، أنا أيقونة النجاح فلنجعل النجاح يخرج منا، تفائلوا بالخير إن شاء الله تجدوا. أستاذة شمسة بتقول لابد من تقييم ذاتي يوميا. أستاذة منيرة بتقول لا للحياة المبعثرة، لا للعشوائية. صحيح. أيضا أستاذة شمسة حمود بتقول حتى يتم تحقيق الأهداف أيضا الحياة تحددها قراراتنا. وفي حد كاتب كلام جميل برضو في ترتيب الأولويات، الدكتورة إيناس بتقول يتم الترتيب كما ذكرنا، اللي هو يعني ذكر اللي هو أيزنهاور، بيقول تحدد مهم وعاجل أم مهم وغير عاجل، أم عاجل وغير مهم، أم غير مهم وغير عاجل، وذلك بناء على الأهداف. يبقى كل واحد حسب بيئته أو مكانه أو يعني طبيعته خطته بيقدر إن هو من خلالها. الدكتورة بتقول أيضا الخطة طويلة المدى، متوسطة المدى، وقصيرة المدى، وموقفية. نعم والله أنتوا زي الفل، يعني كلام رائع جدا، شكرا لكم جميعا. دكتورة أميرة تفضلي. يعني هم ما شاء الله عليهم استوعبوها، يعني الأمور بسيطة جدا، وإن شاء الله هنشوف لقاء تاني مع حضرتك. جزاك الله كل خير وشكرا للكل. بنقدم لحضرتك.
طيب انا اللي رافعين يدهم ما احنا دخلناهم خلاص، عندنا الدكتور محمد و اسف لحظه كده، وايضا الدكتور والاستاذ زيد اتكلم معانا خلاص تمام، وكل يعني لهم وصل. نعم هناك تفضل. سؤال يقول أهداف وبرامج وأجد نفسي حققت أشياء لا علاقة لها بما برمجت، كيف يفسر هذا حسب الدكتورة؟ يعني في سؤال؟ أيوه دكتورة أستاذ يقول أنا أبرمج وأخطط وأضع أهداف، ولكن في آخر اليوم أجد نفسي قد غيرت وحققت أهداف أخرى لا علاقة لها بما برمجت. لا إله إلا الله، ده زي الفل ده. أكيد الأهداف اللي هو حققها دي هي ليها أولوية أكتر، فعشان كده هو حققها، صح. غير اللي هو مثلا حددها ممكن ما يكونش إيه ده وقتها، أو إن هي ملهاش أولوية. تمام؟ تمام صحيح. تمام، احنا شاكرين حضرتك، وده شكر وتقدير ليكي على المحاضرة الخفيفة الجميلة و